حد ياكل لوحده؟ اهلا اهلا يا مصطفى، حماتك بتحبك. وانا بحب بنتها. اتغديت؟ لا. اشوي لك حمام؟ مش ضروري. لا ده انا هشويلك بايدي. خليكي بس. لا بتوحشيني يا زينات. وانت كمان. اخبارك ايه؟ انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ تخيلي، ضعفت اللحظة وقلت لعلي ابني علي، ومن ساعتها النوم ما جاش عيني. على العموم ابنك ولد ممتاز وهيفهمك. وش عرفك انه ولد ممتاز؟ لانه ابنك. بس هو لسه صغير وجايز عواطفه تغلب عقله. وقال لك ايه لما قلت له؟ الغريب انه كان حنين وما صارش فيا. مصطفى ابنك ولد عاقل، انا شفته. شفتيه؟ ايوه، كان نفسي اشوفه، لان ابني اللي هخلفه منك هيبقى زيه. وشفتيه ازاي؟ عملت له تليفون وجي. غلطانه يا زينات، كان لازم تاخدي رايي. هو كان تصرف احمق. صحيح. تمام، انا نفسي تصرفت تصرف احمق زي تصرفك ده باعترافي ليه، لكن انا كنت عايز اعترف باي شكل. انا صحيح مربي اولادي تربيه محافظه، لكن مصطفى انت دكتاتور في بيتك. كنت. روح اشرك ولادك في نادي، خليهم يشوفوا الحياه، على الاقل حد يشوف علوي. عاوزاني اعرضها يعني؟ تبقى عايزه تتعرف على واحد بطريقه مش سليمه. ارجوك ما تتكلميش بالطريقه دي عن بنتي. بنتي اللي انا كنت بخاف عليها من الحياه، لدرجة إني حرمتها من التعليم عشان تقعد في البيت. غلطان. كان غلط. صحيح. مساء الخير. أهلا يا مساء علي. مساء الخير. عامل إيه في المذاكرة؟ كويس أوي الحمد لله يا بابا، متشكر. يا بابا، في موضوع شاغلني وكنت عايز آخد رأي سيادتك فيه. قول يا علي. أنا كنت اتعرفت ب في حاجة يا أم إسماعيل؟ واحد اسمه صلاح عبد الكريم يا بيه، عاوز يقابل حضرتك. صلاح عبد الكريم؟ أيوه. طب خليه يتفضل في المكتب. ما هو موجود هناك يا بيه. اعملي له قهوة. حاضر. راجع لك يا علي. اتفضل يا بابا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا صلاح عبد الكريم. اتفضل. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أنا دخلي شهري حوالي 60-70 جنيه، وفي المواسم بيوصل أحياناً ل80 جنيه. بتشتغل إيه؟ بشتغل على تاكس. برافو. وإيه قضيتك؟ والله هو موضوع خاص، لكن أنا عشم كبير قوي في موافقة حضرتك. موافقتي؟ على إيه؟ أنا طالب القرب منك. مندي أنا؟ أيوة. في مين يا ترى؟ بنت حضرتك الكبيرة. والله يا ابني كان بودي، لكن أنا بناتي الاتنين مخطوبين. ممكن حضرتك تسألها؟ قول لسيادتك مخطوبة تقول لي أسألها؟ عاوزني أفسخ خطوبتها مع ابن عمها عشان حضرتك؟ أنا ما أقصدش، بس أرجوك تسألها. أنا ما عنديش بنات يتاخد رأيها. اسمح لي أقول لك إن الجواز شركة، وإن البنت اللي يمدي لازم يتاخد رأيها، مش زي زمان. وعشان كده أنا مصر إنك تسألها. مصر؟ أنت عاوز توحي إلي إن في علاقة بينك وبين بنتي؟ أنا ما أقصدش كده يا فندم. أمال قصدك إيه؟ أنت جاي تعلمني أمشي بنتي إزاي؟ قلت لك البنت مخطوبة، خلاص. أنا آسف. على العموم أنا عملت اللي عليا. بلاوي بتتحدف علينا. كنت عايز تقول ايه يا علي؟
لا خلاص بعدين يا بابا. علوية علوية. ايوه يا ماما. علوية. ايوه علوية. ايوه. انت قافله الباب على نفسك ليه يا بنتي؟ اصل يا ماما كنت بلبس. ابن عم خالد جه ومستنيكي تحت. وايه بقى اللي جابه دلوقتي؟ يا بنتي عقلي بقى وانزلي قبليه الله يهديكي. يا ماما انا لا يمكن اتجوزه. اعملي معروف يا بنتي علشان خاطري، انا ما بقاش عندي صبر للمداه ده. يلا انزلي قبليه. ما يلا بقى. اوه الهي وانت جاي يا رب. اهلا ست علويه. ايه الشياكه دي كلها؟ انا عملت افندي عشان ارضيكي. انا جاهل، اهلي ما علمونيش في المدارس. اسم الله عليك من الجهل. جاهل ما اعرفش اتقال كيف، ولا ان كان عيب ولا مش عيب، ولا ان كان غلط ولا لا. انا بنت عمك يا خالد. مش عارف يا ست علويه، بشوفهم بيقولوه في السيما والتلفزيون. ست علويه انا بحبك. من يوم ما حملتونا ونزلت مصر وانت في قلبي. ست علويه انا عايز اعيش خدامك لغايه ما اموت. اسم الله عليك يا خالد. لا الهلس نفع ولا العربي، ليل نهار في بالي ولا قادر انساكي ابدا. انت ما قلتش حاجه غلط، كل ولاد العم لازم يحبوا بعض. صحيح يا ست علويه. انا ايوه أنا لازم أقول لك حاجة. ما تقوليش كلام يجرح يا ست علوية. خالد أي بنت تتمناك. أنا عاوزك أنت يا ست علوية. أنا ما أقدرش أغشك. حداك الغش يا ست علوية؟ ده أنت بنت أبو شرف، أنت لحمي ودمي. خالد أنا لا يا ست علوية، إن كنت هتقولي أنا عارف. لما هنعيش مع بعض هناخد على بعض وهنحب بعض. انا بحبك يا ست علوية. خالد انا ما انفعلكش يا خالد. ايه؟ تنفعليش ليه؟ في حاجة تمنع؟ ايوه. والله والله لا تربكها على دماغكم. العيلة بتتفك بتنهار. العلاقة اللي بيني وبينك هتأدي الكارثة. علاقة محكوم عليها من البداية بالإعدام. بالظبط زي ما بطلب تأجيل الجلسة من المحكمة أسبوع ولا اتنين، وأنا عارف إن المتهم اللي بترافع عنه هياخد إعدام. عملت في البيت زي ما بعمل في المحكمة. طلبت تأجيل النطق بالحكم وإحالة الأوراق للمفتي، وانا عارف اني هاخد اعدام. مصطفى خليك معايا النهارده، بلاش تروح وانت متضايق كده. البيت والاولاد. قول لهم ان عندك شغل عشان خاطري. الأولى بسم الله، والثانية بسم الله، والثالثة بسم الله، والرابعة رأيتك رأوة محمد ابن عبد الله. خمسة ستة سبعة على مهلك بس يا بنتي. ربنا يجعله خير. ألو مين؟ سي مصطفى. أنا مش جاي الليلة، عندي تحقيق ولازم أسافر له. فين؟ في اسكندرية؟
لا في المنصورة. لا لا الشنطة ملهاش لزوم، هسافر كده. طيب مع السلامة. الله يسلمك. خير يا ستي. الشغل قال الشغل ده ايه يا اخويا؟ شفت خيمة ابوك؟ ده باين انه هيبات عندها الليلة. علوية علوية هي راحت فين؟ علوية علوية انت رحت فين؟ علوية يا اخواتي هي راحت فين؟ ايه ده؟ بسم الله الحفيظ اشتاتا اشتوت اشتاتا اشتوت اتاريك يا سي مصطفى بيه هاجرنا وهاجر البيت. خير يا ماما في ايه؟ تعال شوف يا اخويا شوف العمل اللي معمول لنا في قلب البيت. عمل ايه يا ماما؟ تصدقي في الكلام ده؟ ده جواب. جواب من مين؟ من مين؟ علوية اتجوزت. اتجوزت؟ اتجوزت ازاي؟ واتجوزت مين؟ واحد اسمه صلاح. صلاح مين؟ معرفوش يا ماما. وكمان ما تعرفوش؟ تعالى يا سي مصطفى بيه وشوف خيبة بنتك. اطمني يا ماما انا بخير، وسلميلي على اخواتي كلهم، وابعتيلي علي عشان عايزه اعرفه بصلاح. اعمل ايه يا ماما اذا كان بابا مستقل فينا؟ صلاح صلاح كويس. معلش يا بنتي ده من اسمتك وكل شيء اسمه نصيب. مع السلامة يا حبيبتي. يا رب تسعدها يا رب. عارفه يا زينات؟ انا قررت اقول لهم اني اتجوزت. وتفتكر ان ده الوقت المناسب؟ ليه لا؟ اللي فهمته منك ان عيلتك بتتفكك بتنهار، وان علاقتنا محكوم عليها بالاعدام، مش كده؟ عندك حق. كبير يا اخويا وانت اللي لازم تكون عاقل، وعلوية اختك ولو بينا الزعل اهلها في الصعيد هياكلوها اكل. وليه؟ ربنا يهنيها بيه ما دام عاجبها. علوية عندها حق يا ماما، وانا كمان هاخد. والنبي صحيح. وهجيب لك عروستي هنا علشان تشوفيها بنفسك، هتعجبك خالص يا ماما. ربنا يصلح لك الحال يا ابني. هو انا منايا في الدنيا ايه غير كده يا حبيبي يا حبيبي؟ انت بتطمني عليهم كلهم يا رب. انت خلاص بقيت مننا ولازم نقف جنبك. متشكر قوي يا علي. سيجاره؟ متشكر قوي. ما بدخنش. بقول يا صلاح ايه رايك لو تشتري لك عربيه وتشتغل عليها؟ يا ريت. ده احنا بعنا صرختي كلها ب 600 جنيه ومش لاقيين عربية بيهم. ليلى ممكن تساعدنا في الموضوع ده، وإذا احتاج الأمر لأي مبلغ ماما تقدر تدبره لكم. مين اللي دي بقى؟ هعرفك عليها ضروري. بنت لطيفة ومتعلمة، وأبوها عنده ورشة ميكانيكا كبيرة. كويس أوي. هتتدبر إن شاء الله. بالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي مرن مرن يا قلبي عقبالك يا قلبي. مش تروح تقبض يا علي احسن الخزنه هتقفل؟ اقبض ايه؟ ما احنا لسه قابضين من يومين. لا دي مكافاه جديده عشان معدلات الانتاج زادت.
لما اخلص اللي في ايدي الاول. طيب متاخرش. مصطفى، ايه رأيك؟ حلو. هديتي لنادية في عيد ميلادها، كل سنة وهي طيبة. وانت طيبة يا روحي. على العموم ممكن نقسط لكم 300 جنيه من تمنها. اه. صاحبها مش غريب وممكن يوافق. والعمولة بتاعتها قد ايه؟ هي ليلى. العمولة هدية منا ليكم. أدام العربية رايحة بيتها. علي. يبقى عايزين 100 جنيه بس. بسيطة. نشوف ماما. حلو. 7 8 9 10. ربنا يجعلها أدب السعد عليك. ميرسي يا ست الكل. اهلا بحبايبي. اهلا اهلا. ميرسي. وانت يا عروسة ابني في سنة ايه كده؟ اهلا يا حبيبي. كل يا روح كل. ان شاء الله يا رب يصلح لكم كل كمان يا ست وتفرحوا ببعض. ميرسي قوي يا طنط. ماما ما تتفضلي يا ولاد. اهلا يا علوية. ازيك؟ انت يا نادية. ما تيجوا يا ولاد واقفين ليه؟ ما تيلا تعالوا. كل يا اخويا كمان كل. سعيدة يا ماما. اهلا يا حبيبتي. صلاح. اهلا يا جوز علوية. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. متشكرة. خدي علوية. اه صحيح. طبعا انتوا لازم تحضروا حفلة عيد ميلادي بكرة في النادي. ها؟ طبعا. اتفضل يا وليه في النادي؟ ما تعملهاش هنا ليه؟ ايوه عشان بابا يطب علينا وتبقى كارثة. ما تخافوش يا ولاد. أنا هعملها هنا علشان أفرح بيكم. أبوكم مش باين لهم جاي، ولو جه أنا المسؤولة. برافو. والنبي تتفهلي بوس على دي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. يا أحمد. ميرسي يا حبيبي. يلا رقص. إيه ده؟ لا مش ممكن. لا 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 مين المسؤول عن الكلام الفارغ اللي بيحصل في البيت ده؟ مين؟ أنا. أنت؟ مالكش حق يا استاذ مصطفى تضرب ابنك قدام اصحابه. ده ابني وانا حر فيه. ابنك؟ اخر حاجه كنت اتصورها. الجوازه دي مش لازم تتم.
عندك حق. يلا بينا. يلا يا احمد. هبقى اتصل بيكي بعدين. رجعت ليه؟ ما كنت تخليك قاعد عند الست الهايفه اللي انت متجوزها. ما تقوليش كده يا جليل. ايه انت بتحبها؟ ايوه. لما انت بتحبها ما كنت تخليك قاعد هناك. جاي هنا ليه؟ جاي عشان اشوف المهازل اللي بتحصل في بيت ابو شرف. فين التقاليد اللي عشنا عليها طول عمرنا؟ اسال نفسك يا استاذ مصطفى وانت تعرف مين السبب في المهازل وهدم التقاليد. اهلا يا بابا. اهلا. ايه الهدوم اللي انت لابسها دي؟ بشتغل في مصنع. تشتغل ايه بقى يا سيدي؟ في الورش. اهو منه شغل ومنه تمرين. كان لازم تاخد رأيي. ما هو سيادتك ما بتسألش. قصدك ايه يعني؟ ولا حاجة. كل واحد منا عنده مشكلة. وكل واحد بيحل مشكلته بطريقته الخاصة. يعني أنا مقصر في حقكم؟ بابا أنا آسف جدا. المعنى ده ما وردش على بالي أبدا. كان لازم تسألني. لا. بعد إذنك. سيادتك اللي لازم تسأل. عظيم. يعني أنا غلطان. وإيه مشكلتك يا باشمهندس؟ أنا خلاص. مشكلتي حلتها. انتوا فاكرينها ايه؟ سايبه؟ الحقيقه هي سابت خلاص يا بابا. بتقول ايه يا ولد؟ استنى انت وهو ما حدش يمشي من هنا. اختكم الكبيره فين؟ علويه؟ علويه؟ هي جريت لما شافتني ليه؟ ساكتين ليه؟ وانت اختكم الكبيره فين؟ علويه مش هنا. روحت مع سواق التاكس. سواق التاكس؟ ايه عامل ايه في الكليه يا علي؟ كويس بفضل تشجيعك يا فندم. كان في توسيع عليك يا فندم. انا افضل ان عملي يكون هو الحال. لا 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 انت فهمت غلط. توسيع برغبتك. رفدي رفدي لازم بابا. على كل حال انا رفضت الحكايه دي خالص. قلت لهم ان علي مثل كويس جدا لكل شباب المكان. شكرا يا فندم. انت جيت يا صلاح؟ صباح الخير. ايه ده؟ اشتريتهم. شوف مش حلوين؟ بقى انا علويه بشتري سجاير فرد. تقوم انت تشتري عصافير. مش احسن من حكايه البيع؟ عامل لي البيت زي المزاد. ما انت كمان عامله مزرعه دواجن في البلكونه. ما دام مش عاجبينك ما تبقاش تاكل منهم. ها؟ والتلفزيون ده كمان مش هيتباع. انا بتسلى بيه طول ما انت بره. قصدي يبقى عندنا قرشين نشيلهم لوقت العزل عشان الطفل الجديد لما يجي ما احتاجش لحد، ما اروحش امد ايدي لحد. الله لا يقدر العربيه يجرى لها حاجه، ما اروحش امد ايدي لحد. انت يهمك يا علويه ان جوزك يعيش بكرامته. علويه انت لازم تساعديني عشان ابقى الراجل المسؤول الجد اللي انت عاوزاه. احنا دلوقتي متجوزين مش بنلعب زي زمان.
صلاح. ايوه يا روحي. ما اتفقناش على ايه؟ هنسمي العصافير ايه؟ اخرج انت. انت كنت نايم في العسل والديابة كانت غنماتك. هقتله ان شاء الله اروح في هلومات. هقتله ان قدرت مرتين. مرة عشان اخدها مني والمرة التانية عشان وسخها. انا اللي هقتله وهقتلها معاه.